وسط الدمار والحزن اللي بيعيشه العرب بسبب فلسطين، قدرت فلسطين برضو انها تخطف فرحة ولو صغيرة وسط كل ده، بصعود منتخب فلسطين لدور الثاني في كاس اسيا. التأهل ده يعتبر تاريخي لانه الاول للمنتخب الفلسطيني على الاطلاق من دور المجموعات بعد فوزه بثلاثية على هونغ كونغ. مش بس فلسطين، سوريا كمان قدرت تخطف مقعد الصعود للدور الثاني بعد فوزها 1-0 على الهند، وضمنت الصعود كواحد من احسن توالت المجموعة. ومن اسيا الى افريقيا، فريق عربي تاني دخل التاريخ، المنتخب الموريتاني دخل التاريخ بصعوده للمرة الأولى في تاريخه لدور الستاشر بعد فوزه على الجزائر بطل نسخة 2019 وإقصائها من البطولة.